تتجاوب فيهم. ممثلة و تايم. اعتزلت الغنى سنة 2002 وقدمت السنة اللي فاتت أغنية جديدة. ابتدت الغنى في سن صغير، كان بيت والدها معروف باسم بيت الفنانين، اتعاونت مع 10 ملحنين منهم محمد عبد الوهاب، كمال الطويل، بليغ حمدي، سيد مكاوي، ومن الشعراء مامون الشناوي ونزار قباني اللي غنت له أحلى القصائد. في السينما قدمت مجموعة من الأفلام أهمها الشموع السوداء، جفة الدموع، وشاطئ المرح، ومن أشهر أغانيها أيظنه، لا تكذبي، نجاة الصغيرة. إجابة صح الوليد. نقطة، تاخد نقطة واحدة. برافو. طيب فاضل معانا سؤالين. سؤالين خليهم ثلاثة. سؤالين أنا بسألكم عن اسم فنان. حلو. فنان. طيب مطرب وممثل سوري مشهور بأغانيه اللي لسه بتتغنى لغاية النهاردة، نجح في مسابقة فنية واشتغل كورس في الإذاعة السورية، اشتهر بصوته الرجولي وحقق انتشار واسع، وقدر يكون في فترة زمنية واحد من أهم 10 مطربين في الوطن العربي. هتعرف على ملحن الأشهر للأغنية السورية عبد الفتاح سكر اللي لحن له أغنية أشهر أغانيه جس الطبيب، تحت التفاحة، واشرح لها، واركب حدك هالمطور يا المطور. اتزوج بالممثلة المصرية ماري فخر الدين، وقدم معاها فيلم فرسان الغرام وأين حبي ومع صباح عقد اللولو وأفراح الشباب وحبيبة الكل. يا جماعة مشهور جدا يا جماعة. مين هو أصلا؟ فهد بلان. خلاص ربح معلوماتنا بالهذا. آخر سؤال؟ آخر سؤال عن تيوا بقى. اللي اقول لي بقى عن ايه بقى اللي عن ايه بقى. طيب اخر سؤال ده بسالكم عن اسم ملحن. يلا بسم الله. جاهزين؟ جاهزين. تايم. ملحن مصري ابتدى يعزف العود وهو عنده 9 سنين، بداياته كانت كمغني، ولو انه كان بيفضل التلحين اكتر، اتعرف على المطرب محمد فوزي اللي اداه فرصه التلحين لكبار المطربين والمطربات. سنه 57 قدم اول الحانه لعبد الحليم حافظ، تخنوق، ولام كلثوم، حب ايه، سنه 60. السنباطي. إجابة خاطئة. خلينا نشوف. إجابة خاطئة، ما تقدرش تجاوب لمدة 5 ثواني. تايم. قدم بعد كده أغاني لعندليب وكوكب الشرق وشادية وفايزة أحمد ونجاة الصغير وسميرة سعيد وميادة الحناوي وغيرهم. اتعرف بعلاقته الخاصة والفنية مع مطربة عاش معاها قصة حب كبيرة. وكان طبعًا في أغاني كتير. كان معروف بحس المرهف، تبته الشديدة، وحياته الأمنية. هل يا ترى مين هو؟ ما خلاص هو خلص. خلص. مش لازم تدوس، قول لي كده. اسمه القصبجي. إجابة غلط. طبعا هو العبقري بليغ حمدي. اوه ماي جاد. وبكده يبقى وليد هو اللي كسب بهت الموسم للحلقة دي. اطلب من وليد ومعن يجوا معايا. تعالى يا وليد. تعالى جنبي هنا. بنقول لوليد ألف مبروك. هارد لك المان.